نمشيو لصلب الموضوع، الخطورة في هالمشروع شوف، على مدنية الدولة. هذا المشروع لو يمرر، لو يمرر، هو لو يمرر يعني كان يسن، اماني بقدره الخالق انه مديده اخرى باش نقاوروا احنا في مجتمع اخر وليس المجتمع نعيش فيه احنا تو. معناه هذايا مشروع ينظر بالخطر وينظر بمعناه مثلا هدم كل مؤسسات المدنيه للدوله. نعطيك علاش انا نعتبره خطر، نعتبره خطر وعلاش خرجته لسببين فقط باش نوضحوا للساده المشاهدين. اعطينا معناها امثله حقيقيه موجوده في القانون هذايا. هذايا القانون هذايا ياسس وياسس ل معناها دوله داخل الدوله. والدوله الدينيه يعني ستبتلع بمرور الوقت الدوله المدنيه وباش اليوم عاش. كيفاش؟ انه احنا نعرفوا كل مؤسسه عندها اختصاصها، المؤسسه التعليميه عندها اختصاصها، المؤسسه الصحيه عندها اختصاصها، المؤسسه القضائيه عندها اختصاصها، المؤسسه الاجتماعيه يعني وزاره الشؤون الاجتماعيه. هذه يعني قانون المساجد يعطي للمسجد كل الصلاحيات تقريبا اللي تمس، يعني صلاحيات في التعليم، في التعليم يقول لك معناها في معناها انه الفصل تقريبا 22 ولا 20 تقريبا، انه من بين صلاحيات الجامع انه يعمل حصص تدارك للتلامذه وتعليم الكبار. يعني هذه مش مولاته، مش ولاية الجامع. الجامع عنده هو جانب الديني، احنا نقوم بصلواتنا في الجامع، فما أكيد مناسبات. كنت سمعتك تحدثت أيضا على مسألة الزواج والإشهار بالزواج داخل المساجد. كذلك أنه يقول في أنه إشهار الزواج، وهنالك من دافع وقال لا، إشهار الزواج هذا احنا هو معمول به الآن، وبالتالي ما فماش تغيير. نقول له لا، مش صحيح، لانه لو نص به انه اشهار الزواج القانوني نقول لك ايه، اما كلمه اشهار الزواج في المطلق انا تخوفني برشا، خاصه احنا عندنا ظاهره الزواج العرفي بدات تظهر. يعني فما ناس قاعدين يعني مسألة زاد التقاضي أمام كيف يعني الإصلاح يعني بين الأشخاص، هذا كله راهو ليست من مصالح، مش من مصلحة، ما مش من اختصاصات المسجد، هذه هي من اختصاصات المؤسسات المدنية. يعني هذا أنا اللي خوفني، أنا مش مشكلتي راهو مع المسجد في حد ذاته، احنا نحترم مساجدنا ونحترم دور عبادتنا ونحترم الناس اللي يقوموا بفرائضهم، ولكن مش هذا سبب أنك باش توجب حسب الفصل 7 من القانون من المشروع هذايا، أنك توجب على الدولة وعلى كل معناه باعث عقاري أن يخصص واجبه، يجب أن يخصص مساحة لبناء مسجد. وهذايا هاو شنو الاخطر، انا مش ضد المسجد، هاو قولها الاخطر انه المساحات هذه تخصص الا للمساجد، وهنا ما عادش باش نلقاو لا دور ثقافه ولا سينماوات ولا باش نلقاو حتى شيء، الا انك باش نوليو عندنا مسجد وبجنبه دار وبجنبه بعديك ممكن مسجد. وهذايا اللي خلى مع السيده كاثم